دلوقتي هبتدي معاكم نصيحة دودي ازاي نهتم بشفايفنا. ماسك القرفة والفازلين الطبي. هنجيب بس معلقة من القرفة ومعلقة من الفازلين ونخلطهم مع بعض. هنقلبهم زي ما انتم شايفين. الماسك ده مش بس بيدي رطوبة للشفايف، لا كمان بيزود حجم الشفايف. يعني بدل ما نروح نعمل عند الدكتور فيلر، احنا ممكن نعمل فيلر في البيت. شايفين بقى زي العجينة. بلاش يعني نقعده عندنا شهر شهرين ونفضل نستخدم فيه. هنبتدي نحطه على شفايفنا لمدة 3 دقايق. نجيب منديل ننضف الشفايف تماما. هنبتدي نحط الماسك بتاعنا. حابين تحطوه بايديكوا برضو مفهوش مشكله. زي ما انتوا شايفين هنسيب الماسك على شفايفنا لمده 3 دقايق. بعد ما الماسك نشف على شفايفنا هنبتدي نعمل كده، نعمل له تدليك. تدليك بنعومة، مش تدليك نقطع شفايفنا. هنشيله برضو بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين النتيجة حلوة قوي. انا بحب الماسك ده جدا لشفايفي وبعمله يوم بعد يوم. لو انتوا محتاجين ان انتوا تعملوا الماسك ده كل يوم مفهوش اي ضرر، بالعكس ده كله فايدة. علشان نحتفظ بالنتيجة وبالمرونة بتاعت الشفايف ممكن كمان نجيب الفازلين مرة تانية ونحط على شفايفنا زي ما انتوا شايفين، حاجة قليلة قوي علشان نحتفظ باللمعة وبالرطوبة للشفايف.